بكم في برنامجكم الأسبوعي لأخبار العالم، طرح مختلف وزوايا جديدة نطرحها معكم في العربية ويكند. اللبنانيون يرفضون الزج بهم إلى حرب جديدة، والبلاد على حافة الانهيار. وسط نزوح كبير من الجنوب، دول العالم أمام خطة الطوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان. مساء الخير. لم يكن مجرد أسبوع عادي يشهده لبنان، بل أسبوع ملأته النيران والتفجيرات وتصعيد حذرت منه المنطقة منذ اندلاع حرب غزة. موجات عنف من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة في لبنان، خاصة الجنوبية منها، لتخلف بدورها أزمات ونزوح غير مسبوقة. أعداد النازحين كبيرة وضخمة، ولم يكن أمامها سوى اتجاهين، الأول نحو الشمال شمال لبنان، والثاني باتجاه سوريا. والحصيلة؟ نحو 500,000 نازح لبناني، معظمهم من الجنوب، وفقاً لآخر الأرقام المعلنة. الصوت اللبناني موجوع ومتألم، واختنق من الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد حالياً. أبدى عدد من اللبنانيين امتعاضهم، معتبرين أن قرار الحرب يتحمله حزب الله فقط. هيدي حرب، يعني بالأول كنا أعصاب، بس هلأ صرنا اجتياح وبلشنا بالحرب. مش نقول بقى ناطرين الحرب شو بده يصير ما بيصير، لا بلشنا بالحرب. اول شيء الحرب هي قرار فردي اخذه حزب الله، اللي هو ما بيمثل كل اللبنانيين، حتى ما التجأ للحكومه ولا التجأ للدوله اللبنانيه، يعني اخذوا قرار فردي يتحمل مسؤوليه، نحن منا مجبورين نتحمل هذا الشيء عنه. عملوا من كل شيء تحط لي اسرائيل جاوب مثل الخلق، لا مش صار وقت نوقف. انه وقت كنت صغير انت كان يقول لك اذا لعبت بالنار رح تحترق. طيب لعبوا بالنار وهلا عم نحترق كلنا. انه ما في لزوم، ما له لزوم، ما له لزوم هذا الحرب. يعني شو بدي اقول لك، انه بده المقاومه يكون هو لحاله. من بيروت معنا الكاتب الصحفي نذير رضا. اهلا بك معنا نذير. يعني انت احد النازحين الذين انتقلوا من الجنوب الى بيروت، اروي لنا قصة نزوحك مع عائلتك. مساء الخير للجميع. بالفعل كانت رحلة صعبة جدا، لأنني عاينت اختبارا قاسيا. كانت عائلتي لا تزال في الجنوب ونحن نقيم في ضواحي صيدا، وأنا كنت في بيروت. أما في رحلة العودة إلى الجنوب لاصطحاب العائلة، علقت 8 ساعات ونصف الساعة على الطريق، بينما كانت مئات آلاف البشر يتدفقون بشكل مفاجئ على طريق العودة، واضطررت لأن أبيت ليلتي هناك كي لا أبيتها على الشارع وسط رائحة البارود وكثافة النيران الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها منذ تاريخه. على الهامش، القرية التي أتحدر منها هي تدعى البابلية، وهي تبعد عن صيدا بضعة كيلومترات قليلة. طوال الحروب مع إسرائيل لم تشهد ولا أي ضربة، لم تسقط أي ضربة. بالعكس، المنطقة منطقة صيدا ومنطقة الزهراني كانتا ملاذا للنازحين من الجنوب، لأنها تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود. وبالتالي هذه المعادلة تغيرت الآن في حرب مفاجئة لم يكن هناك أي تمهيد لها، وشملت سائر المناطق مناطق جنوب لبنان الواقع
موقع جنوب صيدا كما ذكرت للمرة الأولى في هذه الحروب، يعني كما أن كانت القرية كثافة النيران التي شاهدناها وخالية. نعم، وكانت على مدى 11 شهرا كانت تستقبل القرية بحدود 250 فردا من النازحين من المناطق الحدودية، إضافة إلى نحو 800 نازح سوري، بين 800 و 1000 نازح سوري يقيمون فيها ويعملون في الأماكن الزراعية في الأراضي الزراعية وغيرها. اليوم اضطرت جميع القرية كما سائر القرى في محيط المنطقة إلى الإخلاء بشكل شبه كامل، يعني لم يبقى هناك إلا عناصر الدفاع المدني أو المعدومين الذين لا يملكون المال لدفع إيجارات المنازل الباهظة. نعم. أو عملية لجوء اللبنانيين جراء الوضع الراهن في البلاد، جزء منها كان باتجاه سوريا، وعزى معظم المختصين في السفريات أن الأسباب الرئيسية تعود لارتفاع الإيجارات في بيروت، والتي تتراوح بين 500 دولار وحتى 3000 دولار شهريا، بينما تكلفة الإيجار أو إيجار البيت في سوريا في منطقة هادئة نوعا ما تتراوح بين 50 إلى 150 دولار، بالإضافة إلى قلة المناطق الآمنة في لبنان حاليا. أعود إلى ضيفي من بيروت الكاتب الصحفي يعني أنت ذهبت إلى بيروت، لماذا تحديدا اخترت بيروت؟ اختيار بيروت لسببين، لأنه أنا في الأساس يعني أنا شخصيا عائلتي الصغيرة مقيمة في بيروت أو في ضواحي بيروت بحكم العمل، موقع العمل. تم اختيار بيروت كي لا تتفرق العائلة ولا تتشتت العائلة الكبيرة، يعني نتحدث عن أشقائي وشقيقاتي وأمي وكذا، كي لا تتشتت هذه العائلة في عدة مواقع. إضافة إلى ذلك يعني طبعا تم استئجار وتم يعني تقديم بعض الأصدقاء استضافة لعائلات ومنهم عائلتي، يعني تم استضافونا في محيط واحد وهو الخيار الأمثل. فكرة العائلات تشظت بالفعل، هناك عائلات من 4 أفراد تتواجد الآن، يتواجد أفرادها في ثلاثة مواقع. إضافة إلى ذلك الناس تلجأ إلى بيروت أكثر لسببين. إننا قادمون على الشتاء والمناطق الجبلية تحتاج إلى التدفئة وتكلفة التدفئة عالية جدا، إضافة إلى إيجارات البيوت والخدمات فالناس تعمل حساب إلى هذا الأمر. وهناك عامل ثاني لا ينطبق علينا شخصيا ولكن ينطبق على آخرين، يعني من مناطق الجنوب الذين يتحدرون من بيئة حزب الله. هناك موروث من التوتر بين حزب الله أو بين الطائفة الشيعية وتحديدا بيئة الحزب مع الطوائف الأخرى، فهذا الأمر صنع حاجزا نفسيا. نعم، صنع حاجزا نفسيا بين تلك البيئات وهي، وقد شاهدنا بعض مقاطع الفيديو أمس في طرابلس وفي مناطق ثانية. نعم، بلا شك التوتر في كل مكان في أرجاء لبنان. وأريد أن ألفت سيد نذير، وأريد أن ألفت إلى أمر أنه في المناطق المسيحية أحجمت يعني السكان من بيئة حزب الله، يعني أحجم وخصوصا المحجبات وهيك أحجموا عن الذهاب إلى المناطق المسيحية كي لا. صحيح، وهذه أحد تداعيات يعني الحرب والهجوم الإسرائيلي على لبنان وعلى وقع هذه الغارات الإسرائيلية الكثيفة عبر عشرات الآلاف الحدود من لبنان إلى سوريا منذ مطلع الأسبوع. ووفقا لأرقام الأمم المتحدة فإن أكثر من 30,000 شخص غالبيتهم من السوريين دخلوا سوريا خلال 72 ساعة. نذير، ربما أنت شاهدت ذلك، يعني شاهدت أعداد النازحين الذين ينتقلون من الجنوب حتى لا. إلى تجاه سوريا، يعني هذه الأرقام هل هي ما زالت صحيحة أم هي في تزايد في هذه الأوقات؟ هذه الأرقام أعتقد أنها أقل من التقديرات الأخرى، لأنها في اليوم الأول هناك إحصاءات رسمية لبنانية أن هناك 11,000 سوريا عبروا عبر المعابر الشرعية، وبالتالي المعابر غير الشرعية التي لا توثق قيودهم
في السجلات الرسمية عبر الآلاف أيضا. أعتقد أن الرقم أكثر من 30,000، لكن بالأمس حصل متغير آخر، وهو استهداف الطيران الإسرائيلي لأربع معابر حدودية في شمال شرق لبنان مع القصير ومع ريف دمشق، يعني مع ريف القصير في حمص ومع ريف دمشق. وبالتالي هذه الاستهدافات قوضت إلى حد ما عملية فرار اللبنانيين باتجاه الأراضي السورية، الذين يقال أن هناك 75,000 بأقل تقدير قد لجأوا إلى منطقتي حمص وريف دمشق، وقوضت حركة السوريين على الطرقات. منذ يوم الاثنين كان السوريون يغادرون بحافلات وبجرارات زراعية شاحنات بيك أب، شاحنات نقل للخضار، يعني كانوا يتجمعون فيها لينتقلون، ويقولوا أنه بلادنا ستكون أأمن من هنا، حتى من كان بيته مدمرا في سوريا سيكون أقل إيجاره من هنا. يعني أشكرك جزيل الشكر. من بيروت الكاتب الصحفي نذير رضا. صوي قرب صوي، قلت لك ياها قرب صوي مشان شلي بدكم تفوتوا بأحضيرونكم على تروبلوس قرب ثورة بدهم يفوتوا على طرابلس، بيفوتوا بلا صور حسن نصر الله وحسب الله. تعال شيل عن السيارة يلا حسن ما يتكسر السيارات. وعلنا أنا كاتيوزو من سياحة الأب عم بحكي، اللي بده يفوت على الأب يفوت بلا حسن نصر الله. ننتقل إلى البقاع، معنا مفيدة العربية لارا نبهان، ونتحدث معها عن تفاصيل أوفى ربما حول النازحين ووضعهم والخيارات أمامهم. لارا، بالفعل فاطمة، يعني نحن في نقطة الآن تكشف على منطقة البقاع كلها في منطقة ظهر البيدر. نتحدث هنا عن خيارين أمام النازحين، أو ربما ثلاث خيارات فعليا من البقاع تحديدا عندما نركز على هذه المنطقة بالتحديد. كما تحدثت قبل قليل عن نقطة الحدود السورية، هناك حركة نزوح باتجاه سوريا، سواء من جانب سوريين كانوا قد نزحوا إلى لبنان بالسنوات السابقة، أو حتى من جانب لبنانيين. أرقام الأمم المتحدة تتحدث عن 30,000 معظمهم من السوريين، ولكن أيضا مثلا في المعابر الرسمية والمعابر الأساسية، وهنا نتحدث عن المصنع تحديدا، الأرقام ذهبت للقول إلى أنه نحو 15,000 سوري كانوا قد عبروا به الأيام الأربعة الماضية، وأيضا 6,000 لبناني بشكل رسمي وبشكل شرعي. أيضا هناك المعابر غير الشرعية، ولكن بنفس الوقت نتحدث عن بضعة استهدافات عبر هذه النقاط الحدودية، وبالتالي ربما تجعل الحركة عبر المعابر غير الشرعية حركة أصعب بالنسبة للنازحين. هذا الخيار الأول بالبقاع، ولكن الخيار الثاني باتجاه بيروت من منطقة ظهر البيدر إلى جانب كذلك طرق أخرى هم أيضا يسلكونها باتجاه بيروت، لا سيما الناس الذين لديهم إما منازل هناك أو حتى عائلات هناك يمكن أن تستقبلهم. وهناك حركة النزوح الداخلية في داخل البقاع، نتحدث عن عشرات المراكز التي تم فتحها لاستقبال النازحين داخل محافظة البقاع، منها ما هو بالبقاع الأوسط، ومنها ما هو يعني ربما يكون بالبقاع الغربي ونقاط أخرى. ولكن نشير هنا إلى أن هناك حملة قصف مكثفة الآن تجري على محافظة البقاع ككل، يعني سواء رصدنا غارات حصلت بمنطقة بعلبك وبعلبك الهرمل، نتحدث هنا تحديدا عن شمستار ببعلبك الهرمل، طيب جري طرية ببعلبك، حوش باي، بلدة بوداي، إلى هذه الغارات المكثفة، ولكن أيضا في قصف استهدف منطقة نبي أيلة. نعم لارا، يعني حالة النزوح هذه والحرب هذه يعني تأتي على أجيال هم عاشوا حروب سابقة والآن يعيشون حربا جديدة، بالتالي لابد أنك تحدثتي معهم وفهمتي كيف تنعكس على نفسياتهم، كيف هي أوضاعهم، حالة الهلع التي يعيشونها. بالفعل يعني لبنان عاش حروب كثيرة، لا سيما الكل الآن يقارن بين الحرب اليوم وحرب 2006. ب 2006 هذه الحرب دامت 35 يوما فقط بالمقارنة مع هذه الحرب، كون اللبنانيين يعتبرون أنهم يعني أدخلوا في هذه الحرب من 8 أكتوبر، يعني تقريبا سيصير لنا سنة في هذه الحرب نعيش في أجواء حرب. هناك حالة قلق وترقب، لا سيما مع توتر الأمور هذا الأسبوع بشكل خاص، ومع القصف المكثف بكل
المناطق لا سيما هنا بالبقاع بالجنوب وحتى ببيروت وجبل لبنان في حالة من عدم الوضوح، نظرا إلى أنه ليس من المفهوم ما الذي سوف يأتي من هذه الحرب، ما هي الأهداف فعليا من هذه الحرب بهذه المرحلة وكيف ستتطور الأمور؟ ترين في مناطق يأتي إليها النازحون ولكن يعودون وينزحون لأنها تستهدف مرة ثانية، وبالتالي ليس هناك وضوح ما هي المناطق الآمنة وما هي المناطق المشتعلة، وبنفس الوقت هناك يعني حالة خوف وهلع لدى كل اللبنانيين كذلك حتى عدم الوضوح الدبلوماسي الموجود على صعيد معالجة هذا الموضوع وعلى صعيد الجهود المقادة. أشكرك جزيل الشكر من البقاع موفدة العربية لارا نبهان. محمد سرور القيادي في حزب الله والذي قتل في غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت، كانت العربية في عام 2016 قد بثت فيديو خاص للقطات تظهره وهو يقوم بتدريب جماعة الحوثي في اليمن. لنشاهد. حاطين 9 أيام بس بشهر رمضان، مثل ما أنتم كلكم عارفين نحن بشهر رمضان عم ناخذ نص نهار، يعني نص نهار هذا اليوم الرابع، لكنه بهذا اليوم صرنا يومين عم ناخذ مش 4 نهارات، لأنه الوقت بنهار بشهر رمضان لأوضاع، لأنه أنتوا صاحب في الليل ولكن نحن الظروف الأمنية بالليل مش عم نقدر نعطي دروس عشان التصوير الحراري، وإلا لو كانش في حرب كنا أعطينا استفدنا من الليل والنهار فاعتبرنا نهار. قام في حزب الله ضحوا بنفسهم، ما وصلوا لهني لا ولا طائرات ولا شيء بيتوصل، ضحوا بنفسهم في آخر يوم تستفيدوا منهم. الله يبارك فيكم جميعا، نحن بنعتبر حالنا جزء لا يتجزأ من الشباب هون. ضروري أنه يستهدفوا هذه المناطق. العمليات الإذائية هي عمليات خاصة. ما هي الإذائية؟ مثل هلأ الاستنزافية اللي هلأ عملوهم في الأنهار. فاصل ونعود، ابقوا معنا. حياكم الله. مشاهد النزوح المتواصلة في لبنان من مناطق الجنوب فاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها لبنان، فموجة النزوح هذه تعد الأكبر من نوعها لسكان الجنوب، إذ شملت مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة الأمامية على طول الشريط الحدودي. فطالت الانتقادات الحكومة اللبنانية خلال الأيام الماضية جراء عدم جاهزيتها لاستقبال النازحين على الرغم من فتح المدارس والمعاهد لإيوائهم، كما شهدت الطرق ازدحاما خانقا على محطات الوقود الواقعة على الخط الساحلي الممتد من الجنوب باتجاه بيروت. إلى بيروت ومعنا الصحفي جورج العقوري. أهلا بك معنا جورج. إذن يعني تكدس كبير للسيارات على محطات الوقود، نزوح بمئات الألاف إلى بيروت، كيف هو الوضع برأيك؟ ماذا سمعت؟ ماذا رأيت؟ وماذا رأيت من واقع وجودك هناك؟ تحية لك والمشاهدين الكرام. في الحقيقة ما يعيشه اللبنانيون اليوم هو بالفعل أمر أكثر من محزن، إنهم يعيشون الذل على الطرقات وبحثا عن مأوى بسبب مغامرة في 8 أكتوبر اختار حزب الله أن يقوم بها من دون أي دراسة لجدوى خوض هكذا حرب، في حين أن البنية التحتية في لبنان غير مؤهلة، البنية الصحية غير مؤهلة، الأمن الاجتماعي في الأساس كان مهتز، اللبنانيون أموالهم في المصارف محجوزة، كل هذه العوامل لم تؤخذ بعين الاعتبار. اليوم نحن نشاهد مأساة كبيرة. هناك بعض العائلات التي هجرت في اليوم الأول إلى النبطية، ومن النبطية هجرت إلى جوار صيدا، واليوم تهجر إلى قلب جبل لبنان إلى المتن، أي نزوح للمرة الثالثة. هناك مآسي اجتماعية، لا الدولة اللبنانية بأجهزتها وبخطتها تستطيع أن تستوعبهم بشكل لائق،
ولا حتى المنظمات غير الحكومية تستطيع تلبية هذا العدد الكبير. وبالطبع حزب الله أيضا لا يستطيع وبالأساس لا يستطيع حتى الدخول إلى كافة المناطق. طيب. المشكلة اليوم أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ومعه الرئيس برئي الثنائي حركة أمل وحزب الله زرعا الريح، زرعا العنجهية السلاح وفائض القوة من خلال جمهورهما، والخوف اليوم أن لا تحصد المكون الشيعي العاصفة. لذا ندق ناقوس الخطر، علينا أن نكون حذرين جدا. الجيش اللبناني يقوم بواجباته من خلال ضبط هذه المدارس، والمطلوب من النازحين أن يكونوا على قدر المسؤولية ويبتعدوا عن أي شعارات استفزازية. صحيح، الوحدة لابد منها في ظل هذه الظروف الصعبة. لكن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، وبعدما طالت الحكومة انتقادات عدم جاهزيتها لاستقبال النازحين، صرح بأن عدد النازحين جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تجاوز سقف 70,000 نازح. سيد جورج، لنستمع ونعود. العدد يلي هو موجود حالياً بمراكز الإيواء والمسجلين رسمياً هو 70,100 نازح موجودين ب 533 مركز. هال 533 مركز هن تحت إدارة المحافظين يلي هن المحافظين عم يهتموا فيهم. نحن اليوم بدنا نناقش الاحتياجات اللوجستية للمحافظات والاحتياجات اللوجستية كمين. جورج، كما ذكرت وتحدث بأن لبنان ليست مهيئة لأن تتحمل حرب يعني جديدة بهذا الحجم. إذن السؤال اليوم، ما الحل؟ ما الذي يمكن أن يعني يحدث؟ ما المعجزة التي يمكن أن توقف هذه الحرب، هذه المأساة؟ بكل أسف، يعني صحيح أن السيد حسن كان أخبرنا منذ مدة أنه يعني الله مكلفه حين سئل لماذا تقوم بهذه المغامرات من دون العودة إلى الشركاء في الوطن، كيف تحتكر قرار الحرب والسلم، قال ارتاحوا أنا الله مكلفني. ولكن يعني نحن بحاجة هذه المرة لعجيبة إلهية لوقف الحرب اليوم، لأننا نحن بين شقوفين، بين نتنياهو وإجرامه وإصراره على تحقيق الضربات، وبين تعنت حزب الله حتى هذه اللحظة بربط مصير لبنان بغزة. والأسوأ أن رئيس حكومة لبنان ورئيس مجلس نيابي في لبنان، أي السلطة الشرعية اللبنانية، هي منساقة في هذا النهج، في نهج حزب الله، عبر الحديث عن أن المساعي لوقف إطلاق النار ترتكز على ربط مصير لبنان بغزة وعلى هدوء مشترك، وهذه جريمة بحق الشعب اللبناني. طيب، شكرا لك جورج العقوري من بيروت. أنا بالموقع على جامع القائمة، حي ضربت قدامي، كصفونا على الصاد السيد هادي هلا. من الدولة ليأخذ قرار السلم والحرب؟ مش طبيعي من الدولة. أثبت لشعبه ولبيئته اللي عم تحتضنه إنه هو أخذ قرار غلط. السلاح أغلى من أرواحنا؟ لا، ولا التفاوض أغلى من أرواحنا. جهودنا مش كافية أبداً، يعني وقت قصير لحتى يرجع الواحد على بيته. هو عارف إنه ما حيرجع ينزح من بيته لمرة تانية، منا استقرار. يعني هلأ يقولوا في هدنة، في هيك أكيد إحنا ما بنترك أرض. ما حدا بيجهز حاله للحرب، يعمل حاله قوة عظمى وما بنى ولا ملجأ. وسط نزوح كبير من الجنوب، دول العالم أمام خطة طوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان بعد قليل. حياكم الله. مع تصاعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، إجلاء الرعاية من لبنان هي الأزمة التي تواجه الدول الغربية. وفي ظل الوضع الأمني الصعب، يبقى طريق البحر خطة الطوارئ الأبرز حتى الآن، وهنا أصبحت قبرص مركزاً رئيسياً لهذه العمليات، ما سيسمح بنقل مجموعات أكبر لكن سيتحدد وفقاً للوضع الأمني. وتستغرق الرحلة من بيروت إلى قبرص نحو 10 ساعات بالبحر أو 40 دقيقة بالطائرة.
ما زالت فيه المطارات تعمل، بدأت بعض الدول بوضع خطط طوارئ، والتركيز كله على قبرص والإجلاء بحرها. فسلطات الأسترالية مثلاً حثت ما يقدر بنحو 15,000 من مواطنيها في لبنان بالمغادرة جواً وبحراً. كندا يبدو أنها ستتعاون مع أستراليا في إجلاء رعاياها بحراً، فالخطة البحرية ستتضمن التعاقد مع سفينة تجارية لنقل 1,000 شخص يومياً بحسب تلك المصادر. كما دعت بريطانيا رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً، وقد نقلت بالفعل نحو 700 جندي إلى قبرص لتعزيز وجودها في المنطقة، لأنه لها بالفعل أصول عسكرية تشمل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية وقاعدتين عسكريتين في الجزيرة. نذهب إلى بيروت، معنا مراسلة العربية غنوة يتيم. أهلا بك معنا غنوة. إذن ما هو وضع الجالية الأجنبية في بيروت وكيف يحاولون أن ينزحون؟ وأنت الآن أمام مركز للنازحين، أليس كذلك؟ صحيح، يعني النازحون الذين قدموا من القرى الجنوبية معظمهم يعني باتوا خارج تلك القرى. موجة النزوح بدأت منذ يوم الاثنين الماضي، بعدد النازحين الذين وصلوا إلى مراكز النزوح بلغ 77,000، وهذا العدد مرشح للارتفاع، خاصة وأن الأزمة مستمرة وهناك نازحين جدد أيضا يصلون من مناطق في البقاع. ضاحية بيروت الجنوبية أيضا هناك عائلات نزحت منها، ولكن معظمها لجأت إلى منازل أقارب أو استأجرت منازل، عدد قليل توجه إلى المدارس. طبعا هناك أمور لا ترصدها الكاميرا، نتابعها يعني نصادفها أمامنا، ولكن البعض بطبيعة الحال يرفض التصوير ويرفض التعبير عما يعيشه في هذا المركز هنا بالتحديد. في هذا المركز هنا بالتحديد قبل أيام يعني كان هناك موقف أثر على جميع الحاضرين على هذا الدرج، عندما وصل رجل مسن مع زوجته وكان عاجز دون أن يعني كانت هذه المدرسة قد امتلأت بالنازحين، وكان عليهم أن يساعدوه من أجل إيجاد غرفة أو نقله. بعض النازحين أيضا صادفناهم ورأيناهم هنا أو في مراكز أخرى يصلون إلى باب المركز ويعرفون بأنه لا يوجد أماكن إضافية، فإما يضطرون يعني بعض المنظمات أو المدارس اضطرت إلى أن تسمح للنازحين بالبقاء داخل الملاعب إلى حين إيجاد أماكن لهم في مراكز إيواء أخرى. أيضا رأينا عائلة مثلا من ضمن من نزحوا إلى علي، عائلة أتت بطفلة وحيدة، والجملة التي استخدمت هيدي اللي بقيت من العائلة. عندما حاولنا أن نفهم بما يعني ما المعنى، ما المقصود بهيدي اللي بقيت من العائلة، تبين بأن العائلة كلها كانت جميع أفراد العائلة كانوا ضحية الاستهدافات الإسرائيلية، ولم يتبقى سوى تلك الطفلة التي تبلغ من عمرها 8 سنوات، وحينها يعني كانت تبدو وكأنها لم تخسر يعني لم تخسر شيئا، كان واضح بأن هناك يعني معاناة. طيب غنوة، هذه يعني عن القصص المأساوية وهي كثيرة جدا في ظل هذه الحرب، ولكن ماذا عن الرعايا الأجانب والمقيمين في لبنان، خطط لدول العالم لإجلائهم، هل لديك أي معلومات حول ذلك؟ الرعاية الأجانب يعني فعليا معظمهم غادر قبل يعني اشتداد يعني وصول الأزمة أو الحرب إلى هذا المستوى. الرعاية الأجانب كانوا قد تلقوا أكثر من مرة تحذير من سفاراتهم بمغادرة البلاد. السفارة الأمريكية مثلا منذ شهر يوليو تموز كانت قد رفعت التحذير من البقاء في لبنان إلى الدرجة الرابعة، أنهم لا يمكنهم البقاء ولا يمكنهم أبدا التوجه إلى لبنان. السفارة البريطانية كانت أصلا قد أجلت رعاياها قبل بدء أو اشتداد الحرب إلى هذا المستوى. السفارات بطبيعة الحال تجدد دائما، تعيد التفكير رعايا بالمغادرة، خاصة اللبنانيين الذين يملكون جوازات سفر أجنبية. ولكن فعليا يعني لم يكن هناك خلال هذه الفترة اكتظاظ على
مطار بيروت، مثل ما شاهدنا خلال الشهر آب الماضي عندما استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية واغتيل فؤاد شكر. حينها كان هناك مغادرة لعدد كبير من الرعاية وأيضا المغتربين اللبنانيين. أشكرك جزيل الشكر غنوة ياتيم. يبدو أن بعض الرعاية لم يستمعوا لدولهم للخروج من لبنان وما زالت عمليات إجلائهم مستمرة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت. استطلعت العربية آراء بعض النازحين اللبنانيين في أحد مراكز الإيواء في مدينة صور اللبنانية. هؤلاء النازحون لا يجدون أي أفق للحل في القريب المنظور كما يقولون. الجيبة فاضية، نقصنا بدك تقول من غدا من مال من كل شيء، يعني مش يعني على الفاضي يعني. انت وعائلتك هون قد ايه افراد عائلتك؟ 7 اشخاص بالغرفه، انا ومرتي وخمس اولاد، واحد 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 واحد. طب هون المركز شو عم بيأمن لكم؟ بيأمن يعني اللي يقدر يأمنه يأمنه، يعني مش يعني بلا مؤاخذة يعني بيأمنه، بدك تقولي من ماي من اكل يعني شيء عن قليل عن قريب يعني مش حي الله. أنا صار لي شيء 4 أشهر، كنت بالأول بالبابلية وجينا لهون، جينا لحقنا يعني عشان جوزي، جيت أنا لهون. طيب المركز هون شو عم بيقدم لكم؟ مرات بيقدموا لنا حصص غذائية كل شهرين، حصص أدوات تنظيف كمان كل شهرين، هيهم هون بيقدموا لنا هن مي يعني كل شهر لعطونا صندوقين مي. هي كم قد عدد أفراد أسرتك؟ 4 أولادي صغار 2 وأنا وجوزي. هجمات اللاسلكي التي هزت لبنان الأسبوع الماضي ما زالت تلقي بظلالها داخل لبنان وخارجه. فالادعاء التايواني استجوب 4 شهود في تحقيقاته بشأن شركة جولد أبولو التايوانية، والتي قيل إنها صنعت أجهزة النداء التي انفجرت في لبنان. متحدث باسم مكتب الادعاء العام الذي يقود التحقيق في هذه القضية قال إنه جرى استجواب موظف حالي وموظف سابق بالشركة كشاهدين بالإضافة إلى شخصين الأسبوع الماضي، وأكد بأنهم يعملون على وجه السرعة سعيا إلى حل القضية في أقرب وقت ممكن. ومن تايوان إلى النرويج، مالك الشركة البلغارية نورتا جلوبال ليميتد والمتورطة بتوريد أجهزات البيجر المتفجرة في لبنان تعود إلى المشهد مجدداً، وهذه المرة اختفاء مالكها رينسن جوز أو رينسن هوزي بسبب، وذلك بحسب ديلي ميل البريطانية. وفقاً للصحيفة غادر رينسن يوم 17 من سبتمبر، غادر شقته في إحدى ضواحي أوسلو وتوجه في رحلة عمل مخطط لها منذ ذلك الحين. لم تتمكن كان إدارة المجموعة الإعلامية النرويجية NHST صاحبة عمله الرئيسية لم تتمكن من الاتصال به. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في اليوم التالي أبلغ ممثلي الشركة جهاز أمن الشرطة النرويجية، فيما أعلنت شرطة مقاطعة أوسلو أنها بدأت تحقيقا أوليا في موضوع اختفاء هوزي. فمن هو هذا الخبير التكنولوجي النرويجي؟ يدعى رينسن هوزي ويبلغ من العمر 39 عاماً، وهو رجل أعمال نرويجي من مواليد الهند. عمل ما بين عام 2013 و 2015 في شركة تسويق مقرها لندن كمدير تطوير للأعمال، ثم انتقل إلى أوسلو في 2015 وأسس بعدها بعام شركة نورتا لينك. وبحسب صحيفة ديلي ميل، رينسن هوزي وهو مالك الشركة البلغارية الوهمية التي أبلغ بأنها هي من دفعت للوسيطة في بريطانيا، دفعت 1.3 مليون جنيه استرلاني. والشركة الوهمية نورتا جلوبال ليميتد مسجلة في مبنى سكني في بودابست يضم ما يقرب من 200 شركة أخرى. كما نشرت الصحيفة بأنه لا يوجد أي دليل إلى أن هوزي كان على علم بالمؤامرة السرية لتفخيخ أجهزة البيجر أو بهوية العميل النهائي. وأخيراً وأيضاً بحسب ديلي ميل، صدم من يعرف هوزي بارتباط اسمه بالحادثة، فصديقاً له مقرب وصفه بأنه رجل ذو قلب كبير. قد تكون إيران وراء محاولتي اغتيالي، تعليق قاله دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة. هذا التعليق جاء خلال فعالية انتخابية وبعد أن أطلعه مسؤولون بالمخابرات الأمريكية على تهديدات حقيقية ومحددة من إيران باغتياله وفقاً لحملته.
As you know, there have been two assassinations. كما تعلمون كانت هناك محاولتان لاغتيال على حد علمنا، وقد تكون إيران متورطة فيهما أو لا تكون، ولكن من المحتمل أن تكون متورطة فيهما. ترامب ذهب أبعد من ذلك في انتقاداته لإيران، إذ تساءل عن سبب تأمين قوات إنفاذ القانون الأمريكية للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال رئيس إيران في بلادنا هذا الأسبوع قال ترامب أن رئيس إيران في بلادنا هذا الأسبوع ولدينا قوات أمنية كبيرة تحرسه، رغم أنهم يهددون الرئيس السابق والمرشح الرئيسي ليصبح الرئيس القادم. ورداً على اتهامات ترامب، نفى نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية جواد ظريف نفى التقارير التي تفيد بدور طهران في مؤامرات الاغتيال لترامب قائلاً عنها عارية عن الصحة. ظريف أضاف أن بلاده نفت الأمر رسمياً، مضيفاً أن بلاده لم ترسل أبداً أي شخص لاغتيال الآخرين. شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك أبلغت المحكمة العليا في البرازيل بأنها امتثلت لأوامر وقف انتشار المعلومات المضللة وطلبت من القاضي رفع الحظر عن المنصة. وأشارت الشركة إلى أن الوصول إلى الموقع في البرازيل أمر ضروري ومهم لضمان الديمقراطية وحرية التعبير في الإطار القانوني، مؤكدة بأنها ستلتزم بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تعزز الحماية والخصوصية على المنصة. بهذا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من العربية ويك أند، نراكم غداً فكونوا على الموعد.